السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة زيتون ومرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا كي تشوفوا هنايا في مدينة سطات عند محطات طرقية، كي تشوفوا هاد الخيرات تنوريوها الجالية المغربية والناس من المدن الكبرى بالمملكة المغربية. وكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. عيالات ورجالة بنات ولاد، أهلا بالحباب تونا الغالين على قناة زيتون مرجان. تبارك الله على سي كولمان، كما تشوفوا اليوم 29 في شهر 1 2022، هذه الخيرات تنوريوها الاحباب تونا في المكان. اهلا بكم جميعا، ما تنسوش تشاركوا معنا في قناه زيتون مرجان. تحياتي لهذوك الناس اللي تيكتبوا لنا الكوميطيرات، عيالات ورجاله بنات ولاد، اهلا وسهلا بكم وتحياتي لكم كبيره اللي كتب لنا التعاليق والناس مالين الادارات الكبرى بالمملكه المغربيه. تحياتي لهم كبيره ما ليهاش الحد من يشاهد قناه زيتون مرجان. الحباب تونا اهلا بكم جميعا. ودعموا لينا يا سيدي، زيتون راه عزيز علينا وكيوري للناس الاسواق والاجنينه وهذاك الشيء. شكرا لك سي كولمان، كان هذا صديق تاعنا قديم هنايا في مدينه سطات. كي تشوفوا تبارك الله الكوتليط وهذا الشيء، الله يبارك تبارك الله، هذا الشيء الجوده سيدي، الله يجعله يوكلوا المولى بالصحه والراحه. مازال غادي نشوفوا الطواجن ونشوفوا الثمن كيفاش كاين، وهذه الخيرات تطيب شفتوا كوتليط ومعطيشه والخيرات. هنا بادير الصباح دابا راه واحد شويه عاد باش تزوهر ان شاء الله. الله يا ربي يجيب لك الرزق كما قال هذا الرجل هنايا. تنحيي كل مشاهد قناة زيتون مرجان. دعموا لنا الزيتون راه عزيز علينا. الله يحفظك، شكرا لك. دعموا لنا سيدي، والله إلا دعموا يستاهل يستاهل. الله يبارك فيك، الله يحفظك. الله يحفظك أودي السي كولمان. الناس الخير ماشي كيفاش. تبارك الله، الله يحفظك. كي تشوفوا هذه الخيرات عند كولمان هنايا في المحطة الطرقية في مدينة سطات. مرحبا بهم، وراه كاين الاثمنة راه جد مناسبة. ياك هذا الشيء اللي كاين. عارف انت ديما كتدوز عندنا وراك عارف، راك عارف البلاد هذاك الشيء دايز. الحمد لله البلاد زينة وكل شيء زين والخيرات. الجودة الحمد لله والمغرب كامل زين. الله يرضي لك، شكرا لك. ورب المنتخب الوطني يربح لينا إن شاء الله مصر نهار الأحد. وبطبيعة الحال إن شاء الله بحول الله. بطبيعة الحال يكون عنده الربح. ان شاء الله يجيب الكاس ماشي غير مصر. ان شاء الله يجيب الكاس، ولا داز من مصر صافي غيجيب الكاس. وراه مال مصر تتقطع الروس راه. لا لا دايزين ان شاء الله بحول الله وقواته. كما تشوف كاينين اللعابه واعرين ومزينين وكانوا مع بعضياتهم. كي قال هذاك الاحمر ولا اسمه ولا زادوق ساعي زادوق ولا قال لك جماعيين تيلعبوا ما تيتفقعوش، واخا تتمارك البيت تبقى لاعب كيبقى بنفس ما كيد لاعب ما تضغطش عليه. هذا هو كان الفرق تاع المنتخب المغربي، هو باش كان لاعب اكثر من الاوروبي اكثر من اي دوله. كانوا اللعابه مخيرين عندنا وحنا تنعطيهم النقاب تاع احسن من اي واحد. وراه هما دابا هما احسن فريق في الكوب ديمور، وحنا تنبغيوهم ان شاء الله يكونوا احسن من كل واحد. وتعرفوا الحباب تاعنا فعلا كانوا لعبة هائلين، كانوا ممتازين. كيما ان شاء الله يربحوا ان شاء الله. ايه وحنا نعطيك النتيجه ودات زيتين 3-1. احنا بغينا خمسة، بغينا خمسة 3-1، بغينا خمسة. سوايل راح يكرفسوه، خاصهم يخلصوا الدين. الحقيقة تنسالوا لميصر شحال من خطرة. والعقبة الكونت سيزو اللي ضرب عليهم حجي واحد التاريخ 96 ولا مات 86 ضربونا بالحجر الزاكي بركوليا بالحجر. كان منظم كاس افريقيا في مصر. كما تشوفوا الخيرات عند كولمان هنايا، وجبدنا التاريخ تاع المنتخب المغربي ونتمناو ليه مسيره موفقه يا ربي. كما تشوفوا احنا عند كولمان هنايا في
في مدينة سطات طواجن هادشي تاع الشواية مازال غادي يورينا أثمنة كاملة هنايا. وهذا الرجل تا هو جاي شوي عند قلبان. ديما تيجي ولا صاحبنا ديما ديما ما عندي ما تسالو تيتهلا فيك هذا الراجل كنتهلاو فيه الله يهلاه. مرحبا بشحال غادي تشوي؟ عبد الرزاق وري الأثمنة ديال الطواجن. الله يرضي عليك سي عبد الرزاق بشوية ما تزربش عليا باش نعرفو. هذا ب 30 درهم بالخضرة. ها لا الأثمنة 30 درهم تا هو بحالو بحال هذا. كاينين 700 تما كاينين واخا وري 35 بشوية ما تزربش. هذاك 35 كما تشوفوا هذا 30 ياك ما 35 غير 30 هذا 500 هذا 25 وهادو اللي قلتي لينا 30 درهم شحال فيهم تقريبا تاع اللحم؟ لا هادو دجاج 30 درهم دجاج و700 ريال اللحم كتكون فيهم 400 ديال اللحم رابعه 400 دجاج 600 طواجن فيهم شحال تاع الدجاج تقريبا؟ طرف ديال الدجاج الدجاج الربيع الدجاج كنقسموها على اربع طروف. اييه كما قال لنا هذا الراجل ربيع وهاد الطواجن تاع اللحم شحال قلت لي؟ رابعه فيهم 35 درهم 35 الخبز ديالو هذاك هذا بشحال قلت لي؟ لا هذا 700 درهم 700 درهم تاع اللحم الحيمات كما تشوفوا الخيرات في مدينة سطات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون ومرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكلمان كان شكرا شكرا لك سي كلمان كي تشوفوا معنا في مدينة سطات في المحطة الطرقية الخيرات تاع الطماطيشة والبصلاخ وهذا الشيء تاع الكفتة والكوتليت والخيرات تاع الطواجن والكزيرات هما قراب هنايا كي تشوفوا معنا هنايا في كلشي الخيرات موجودة هنايا حنا عند كلمان كي تشوفوا الخيرات تبارك الله هذاك الشيء شوفوا سيدي شوفوا الكوطليت شوف 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 راه كيجي هذاك الشيء مبرع تبارك الله والله تنبرع ولكن راه حنا كابرين فيه تعرفه مع الوالدين تبارك الله تبارك الله فعلا ما كذبش هذا الرجل قديم هنايا في مدينة سطات كي تشوفوا هذاك الشيء محمر ومجمر كي تشوفوا هذه الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا بكم جميعا الطواجن الشيء الخيرات تاع الطماطيشة البصلة هاد كي تشوفوا معنا خيرات تبارك الله ديال أكادير هاد الماطيشات هاد الخيرات أحسن ما كاين في الماطيشة أحسن ما كاين كما قال لنا هذا الرجل أحسن ما كاين في اللحوم بعدنا في السطات الحمد لله لله الحمد هاد الخيرات تنوريو الحباب تونا في مكانو والله يرزقنا شي امطار غزيره ان شاء الله امين يكون طول خير يكون هذاك الشيء تاع الخير يكون هذا بالشي الحق اسم تسلحيت اسم قول لهم بالشي الحق يا ربي تعطينا الشر هكا الفازار هكا الفازار وفي راك المال تحياتي كل اللي حبيبتي هنا شلوحة وصحراوة أو بيضاء أو فرنسا أو شماليين أو الحباب تونا في المكان وتحياتي لهم جميعا كاع اللي شاهد قناة زيت المرجان يدير لايك ويخلي لنا الدعم ويكتب شي شكرا شي حاجه للبزيتوني قول بان انت يبغي لنا والله الا سيدي بزيتوني راخونا شكرا لك سي قول بان كما تشوفوا الخيرات موجوده في مدينه سطات تاع تمشي بحال واليوم السبت كما قلنا السبت عندنا السوق هنا ان شاء الله اليوم عندنا السوق السوق عيد البين السوق ديال الاسبوعي حتى الغدا ان شاء الله حتى الغدا ان شاء الله بحول الله كما تشوفوا هاد الخيرات ناخذوا الغلميل ما عاد ما ندبحوا ياك راه السوق راك انت عارف دابا السوق عندنا حيت نوريوه حتى المشاهدين باش يعرفوا المشاهدين خاصهم يشوفوه يعرفوا يكتشفوا دابا هاد القناه علاش راه لا قدر الاكتشاف كتوري الناس فين يمشيو واثمنه وخيرات وخيرات كيفاش تبارك الله شوف كيف حتى هي تبارك الله تبارك الله هذاك الشيء هاتوما سيدي والله الا بلديه شي عندنا ما نقولوا بعد ما نقول قول بان كان قول بان ضريف راجل مخير الطواجن وتشوفوا الخيرات هنا في مدينه سطات كي تشوفوا تبارك الله قول بان راجل زين راجل مخير الشوايه الطواجن تبارك الله على كل بان هذاك الشيء زين تبارك الله هاتوما عقلوا على هذا السيد الحياه دوزوا عدوا المحطه
قلبوا عليه راه غتلقاوه ياك يتهلا فيكم. وبشحال تتشوف الكيلو؟ بشحال تتشوف الكيلو اسي 15 درهم اسي 15 درهم بس لو مطيشه بحال هذه 7 دراهم ها هي عامره هزات 3 مطيشات وبصله 7 دراهم وخضره عادي تبينه عاليه. شحال الخبز تقريبا؟ واو بسعدات هو معنا راه هو راه هو اللي جاب لكم قناه زيتون مرجان هنايا. واكل مال واكل مال.